بسم الله الرحمن الرحيم. مقومات الحضارة في ضوء القرآن الكريم. استلهام لعوامل قيام الحضارة في ضوء كتاب الله الخالد. الأستاذ الدكتور شريف مرزوق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. نقف اليوم على المقوم الأخير من مقومات الحضارة في القرآن الكريم. هذا المقوم هو الأمن والنظام السياسي المستقر. لا يمكن لحضارة على وجه الأرض أن تعيش دون أن تستقر، ولا يمكن لها أن تستقر وتهنأ ما لم تستظل بظل نظام سياسي يحمي بيضتها ويقيم ميزان العدل بين أطرافها ويدفع العداة عن حياضها. والإنجاز لنا تشبيه الحضارة بالمملكة، فالنظام السياسي تاجها والأمن ياقوت التاج وجوهرته. والنظام السياسي كما ذكر المختصون ذو منزلة خطيرة في البناء الحضاري، فهو يعكس صورة الحضارة سلبا وإيجابا. وتحدث القرآن الكريم عن ذلك حديثا مغن في التحليل الاجتماعي والسياسي للأنظمة الحاكمة التي رعت الحضارات، ومن ذلك ما جاء عن ملكة سبأ ونظرته إلى الحكم الملكي، فقال عز وجل: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، في سورة النمل. فهي نظرة تعكس وجهة نظر سادت عن أنظمة الحكم الملكي أنذاك. وكون النظام السياسي يتبوأ هذه المكانة المهمة، فجدر به أن يكون مقوما أساسيا وركنا من أركان الحضارة. وتوج القرآن الكريم رحلة الكفاح في بناء الحضارة وخلاصة السعي البشري بشتى صنوفه وأعبائه وجهوده، بأن جعل الخاتمة السعيدة في نظام سياسي تخفق فوق وراية الحق وتؤصل في جذوره أسس العدل وتتقد في أنحائه جذور الإيمان، ويتراخى الإنسان بعبادة ربه عز وجل ومطمئن بلا فزع وراض بسكينة وطمأنينة ويجني ثمار الصبر في المشوار الصعب. وقد سجل القرآن الكريم الخطاب الحضاري العميق في حوار سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه، ويتغلغل بمفهوم الأمن إلى نفوسهم المستكبرة ويسفه حماقتهم في فهم الأمن، فقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمان النفسي تفتقده الأنظمة السياسية ارتقت من الحضارة المادية مرتقا عاليا وأغدقت على نفسها من بحار المتع ما يغرقها في تلك البحار، بيد أنها لم تستطع أن تنعم في أمان النفوس وسكينة القلوب، فجنحت إلى التخلص من شقوتها بالانتحار. وقد صدق الله عز وجل إذ يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأمن من القواعد الضخمة التي ترسو عليها الحضارة وتستقر. والأمن المقصود هو أمن عام تطمئن إليه النفوس وتتيسر فيه الهمم ويسكن فيه البريء ويأنس فيه الضعيف، فليس لخائف راحة ولا لحاذر طمأنينة. والحضارة التي تنعم بنعمة الأمن كمقوم أساسي هي تلك الحضارة التي تنجح في تربية أبنائها على أن الأمان الآخرين ينبعث من عقيدة غرست في النفوس، وأن النظام السياسي يأتي بالدرجة الثانية بتشريعاته وسلطانه ليشعر أسنة العدل في وجوه العابثين.
ففي الخطبة الحضارية الشهيرة التي ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقد احتجت جماهير غفيرة، كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن أهم القضايا التي تمس الحياة الإنسانية، ومنها الأمن الشخصي بمحاوره الثلاثة: الدم والمال والعرض، وجعل تلك الدوائر الثلاث تقع في دائرة الحرمة والصون. فعن أبي بكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعد كفارا أو ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه. والحضارة تتنعم بنعمة الأمن كمقوم أساسي، هي تلك الحضارة التي تنجح في تربية أبنائها على أن الأمان الآخرين ينبعث من عقيدة غرست في النفوس، وأن النظام السياسي يأتي بالدرجة الثانية بتشريعاته وسلطانه ليشهر السنة العدل في وجوه العابثين. لقد ضربت الحضارة الإسلامية أروع مثال ونسجت أفضل منوال في التربية الحضارية بتعزيز مفهوم الأمن الذاتي على النفس والمال، فقد اتفقت الأمة على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري. وعودا إلى النظام السياسي الذي يعكس صورة الحضارة إشراقا ونظارة، فهذا النظام إن أرادت الحضارة أن تنعم بصورة مشرقة به، فهناك أسس ينبغي أن تكون فيه دونها سيسود صورتها. بل ولقد ضربت الحضارة الإسلامية أروع مثال ونسجت أفضل منوال في التربية الحضارية بتعزيز مفهوم الأمن الذاتي على النفس والمال، فقد اتفقت الأمة على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. ومن قواعد النظام السياسي الحاكمة لله عز وجل، فالمرجعية للشرع بمعنى السيادة للشرع، فالناس خاضعون لحكم خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومعطيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.